للمزيد ينضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم. بعد التحية جيرمين، صفي لنا الآن ما لديك من معلومات حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب وأهم ما فيه. نعم، بعد تحية نتابع معكم من مركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. هذه الدورة التي تنطلق تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وتأتي بمشاركة واسعة. نتحدث عن أكثر من 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم على مساحة شاسعة بتمتد لأكثر من 80,000 متر مربع في 5 قاعات عرض. الحقيقة رصدنا منذ صباح اليوم وحتى الآن إقبال كبير جدا من المواطنين على زيارة المعرض، خاصة أن اليوم هو أجازة أسبوعية، فبالتالي عدد كبير من الزائرين توجهوا هنا إلى المعرض من أسر وفئات وأعمار مختلفة للاستمتاع بأجواء المعرض وأيضا شراء الكتب ومتابعة كل الفعاليات الفنية والثقافية. أيضا من أكثر الأجنحة اللي رصدنا إقبال كبير عليها من المواطنين هو الجناح الخاص بالطفل. هذا الجناح الذي يعني فيها عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية كورش الحكي والرسم والتلوين التي تعمل على بناء شخصية الطفل الثقافية وأيضا تنمية روح الانتماء من خلال الفعاليات التي تقام داخل هذا الجناح. أيضا يعني هناك فعاليات ثقافية متنوعة بتتنوع من يوم ليوم. النهاردة الحقيقة في عدد كبير من الفعاليات الثقافية التي ستدور حول انتصارات حرب أكتوبر بين براعة التخطيط وقوة التنفيذ، وأيضا ندوة أخرى عن المخطوطات العربية وندوة خاصة بالمسرح القومي، إلى جانب الفعاليات الفنية والثقافية وأيضا فعاليات الخاصة بالشعر. فالحقيقة هناك تنوع كبير جدا في الفعاليات وأيضا الكتب الموجودة اللي بتغطي كل المجالات وسط إقبال كبير من المواطنين، وأيضا تسهيلات من إدارة المعرض عن طريق توفير خطوط أتوبيسات بتتحرك من مختلف أنحاء محافظة القاهرة من وإلى معرض القاهرة الدولي للكتاب. وبالتالي وبالطبع سنتابع معكم على مدار اليوم كل ما هو جديد وما يتعلق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55. أعود إليكم في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا الزميلة جيرمين إبراهيم، كنت معنا من داخل مقر إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب. شكرا جزيلا لك.